في مجموعه من الثوابت في التعامل مع محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الانجليزي محتاجين نتفق عليها عشان نوصل لبر امان. اولا، محمد صلاح هو افضل لاعب في الجيل الحالي، اكتر لاعب مصري رفع اسم مصر في العالم، وحقق انجازات خلتنا نوصفه بانه فخر العرب. حصل ولا ما حصلش؟ حصل. محمد صلاح هو الثاني في الترتيب كهداف تاريخي لمنتخب مصر ورا نجم منتخب مصر حسام حسن، وده انجاز اتحقق في عدد مباريات اقل، وبالتالي لو قارنا عدد الماتشات بعدد الاهداف هنلاقي محمد صلاح هو الهداف التاريخي في معدل التهديف في المنتخب. حصل ولا ما حصلش؟ حصل. الجمهور المصري كله بيحط على محمد صلاح أمل كبير إنه يرجع أمجاد الفراعنة، وإحنا كجمهور اللي سمينا منتخب مصر باسم منتخب محمد صلاح. حصل ولا ما حصلش؟ حصل. صلاح هو اللعيب الوحيد في تاريخ مصر اللي خد جايزة أفضل لعيب في أفريقيا مرتين، في 2017 وفي 2018، وهو المحترف المصري الوحيد اللي حقق الدوري الإنجليزي وخد هداف الدوري الإنجليزي 3 مرات وأحسن لعيب في إنجلترا في 2018 مع فريق ليفربول، ودي إنجازات اتفشخرنا بيها زي ما بيقولوا يعني كده، يا ما اتفشخرنا بيها، وده حصل. محمد صلاح رغم انه قائد الفريق هو مجرد لعيب من 11 لاعب في المنتخب الوطني، وهو نفسه بيقول كده. وانا بصراحه مش عارفه احنا ليه بنتعامل معاه باعتباره هو الشخص المكلف بتحقيق احلامنا، هو مصباح علاء الدين. ايه بالظبط اللي مخلينا نتعامل معاه بالقطعه؟ بنحاسبه بالمعايير المصريه وهو الراجل اللي مسستم دماغه على العقليه الانجليزيه المحترفه. بنتعامل معاه على اساس انه زعيم سياسي ومصلح اجتماعي وخبير اقتصادي ورمز العمل الخيري، وفوق ده كله نجم كوره. بنحاسبه كزوج واب في كل تصرفاته. بنختلف حواليه لو اتكلم. بنسال يعني لو اختفى هو فين؟ ليه اختفى؟ ليه مش عارفه ايه؟ حتى لما اتصاب اعتبرنا خروجه من معسكر المنتخب ومتابعه علاجه في فريقه ليفربول خيانه. واحنا ما نعرفش هو عقده بيقول ايه بالظبط، مش عارفين هو ملتزم بايه في عقده، مسموح له كلاعب محترف يقول ايه ويسكت عن ايه. احنا بنتكلم يا جماعه عن اغلى لاعب في تاريخ فريق ليفربول الانجليزي، استثمار بملايين الدولارات، مش مجرد محترف زي عشرات اللعيبه اللي خرجت من مصر ورجعت بعد كام شهر عشان ما عرفتش تتاقلم مع التزامات الاحتراف. اللي صنع أزمة خروج صلاح من معسكر المنتخب للعلاج للإصابة أو العلاج من الإصابة اللي جات له في ماتش غانا هي إن اللي أعلن عن الموضوع ده يورجن كلوب المدير الفني للفريق الإنجليزي، لما قال إنه صلاح هيرجع إنجلترا يتعالج من إصابته. فاللي عمل الأزمة مش صلاح نفسه. وأنا ما أعرفش هو اتحاد الكورة ما طلعش يعلن هو ليه. المدير الفني روي فيتورا ما قالش ده ليه. حازم امام عضو مجلس اداره اتحاد الكوره والمشرف على المنتخب الاول ما طلعش ليه وقال واعلن. وسؤالي للناس هو انتوا ماسكين ليه في خناق صلاح؟ احنا عدينا مرحله اننا 100 مليون مدرب كروي وبقينا 100 مليون قاضي 100 مليون رقيب، مش شايلين محمد صلاح فاتوره مش بتاعته ليه؟ صلاح مجرد لعيب، لعيب في فريق من 11 لعيب، لا هو كابتن ماجد ولا هو سوبرمان.